تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين غدا الاثنين مائدة مستديرة بعنوان دور المجتمع المدني في النهوض بدول نامية، وذلك بحضور وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج نبيلة مكرم ورئيسة المجلس القومي للمرأة مايا مرسي. ويشارك في المائدة نائبة سهى سعيد أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وسارة الأمين الناشطة في مجال التنمية والبيئة بإفريقيا، ونائبة أميرة صابر أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ونائبة هدية حسني عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وأحمد فتحي عضو التنسيقية، ونائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، لإبراز دور التنسيقية في التمكين الاجتماعي للشباب.